أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات مؤكدة عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بينما نفى البنتاغون أن تكون لديه معلومات تفيد بمقتله. كانت وسائل إعلام عراقية قد تداولت في وقت سابق أن اليوم أنباء عن بيان لتنظيم داعش يؤكد مقتل البغدادي وقرب الإعلان عن خليفة جديد له بحسب ما وصف التنظيم، بينما أعلن مسؤول مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش لاقى حتفه وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا إتمام عملية تحرير مدينة الموصل من احتلال داعش، ووصف العبادي تحرير المدينة بأنه انتصار على الظلم والوحشية والإرهاب، مؤكدا أن أمام العراقيين الآن مهمة لتطهير خلايا داعش المتبقية، وهي تحتاج هذه العملية إلى جهد استخباري وأمني على حد تعبيره. أحرز الجيش الحر تقدما في البادية السورية باستعادته السيطرة على منطقة أم رمرم بعد اشتباكات أسفرت عن قتل العشرات من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها. مصادر في الجيش الحر أكدت تدمير دبابتين وعدد من المدرعات التابعة لقوات الأسد وإرغامها على الانسحاب من منطقة مكحول. حذرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها من تعمد الحوثيين تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي يسيطرون عليها وسرقة بعضها، إضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الطرف الانقلابي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. قال نائب البرلمان الكوري الجنوبي إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية لا تعتقد أن كوريا الشمالية تمتلك تكنولوجيا إعادة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى الغلاف الجوي، وأطلقت كوريا ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات بقدرات نووية الأسبوع الماضي. وجد فريق من العملاء الأمريكيين في دراسة على الفئران، أو دعونا نقول وجد فريق من العلماء الأمريكيين في دراسة على الفئران الحوامل أن إعطاء الأم للقاح الملاريا يمنع انتقال الفيروس للجنين. ووجد الباحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن أن فيروس زيكا يصيب الجنين من خلال التلاعب في حاجز الجسم الطبيعي للعدوى. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.